نعلي الصوت بس. ابدأ. اتفضل اتفضل أكلمك. اتفضل، عرف نفسك وكلم. سمير فرنكاوي، رجل أعمال، عميد صندوق الشعب العامة للمصدرين، الاتحاد العام للغرف التجارية سابقا. النهارده طبعا بأدي صوتي لزميلي مصطفى جابر، بأدي صوته، ده واجب وطني لازم كلنا نساهم فيه عشان البلد، وعشان ننتخب يعني الناس المحترمة اللي بتخدم البلد، وعشان توضع القوانين اللي تدفع البلد للأمام، وتمثل النشاط الاقتصادي، وتبني المجتمع ونقص الاقتصادي. أنا المهندس مصطفى عبيد، أنا راجل صناعة في سوق الكوبا، ورئيس لجنة الصناعة في كوبا، ورئيس مجلس أمناء كوبا. أنا جاي النهاردة طبعا عشان أشارك زي ما قال سمير بيه كده، أنا بفهم لازم أشارك في العملية الانتخابية علشان نطلع ممثلين لينا في مجلس الشعب يكونوا على مستوى المسؤولين. إحنا جايين النهاردة عشان نشارك وهنتخب طبعا، وأقدر أقول أنا هنتخب مين برضه مثلا. أولا هنتخب عن دايرة الدكتور الأستاذ محمد أبو هنيه، راجل ثبت كفاءة كده، وأختار واحد تاني وهستبعد اللي هم ما يسموش، مش هقول أسمائهم، وهدخل حد معاه من الجداد اللي ممكن